مشاهدينا، في متابعة لتداعيات القصف الإيراني على مواقع في أربيل، ينضم إلينا من أربيل مراسل التلفزيون العربي غسان خضر، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك غسان، ما التفاصيل البيان الذي صدر من بغداد وكيف استقبل في أربيل؟ نعم أحمد، هناك أيضا بيان صدر قبل قليل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، قال بأن استهداف أربيل بصواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني وصفها بالجريمة، وقال بأنها غير مبررة نهائيا، وقال بأن الحرس الثوري الإيراني يدعي أنه يصيب أهداف للموساد الإسرائيلي في أربيل، ولكن هذا غير موجود. ويذكر بطبيعة الحال بالقصف الذي حصل في مارس عام 2022، حين أيضا قصف الحرس الثوري الإيراني مواقع في أربيل وقال بأنها مواقع للموساد. وفي وقتها قالت أربيل بأنها أبوابها مفتوحة من أجل فتح تحقيق، وبالفعل تم فتح تحقيق في حينها، وخلص التقرير إلى أن عدم وجود أي مراكز أو مواقع للموساد الإسرائيلي في أربيل. هذا الانفجار لا زال، أو هذا القصف لا زال يلقى ردود فعل مستنكرة بشكل كبير على المستويين السياسي والشعبي. سياسيا هناك تصريح أيضا مرتقب، وهناك كلمة مرتقبة لرئيس حكومة إقليم كردستان بعد قليل، وشعبيا أيضا هناك تظاهرات وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل تنديدا بهذا القصف. عمليا أحمد، هذا القصف هو الأعنف منذ عام 2022، خصوصا مع وجود ضحايا. تقريبا هذه المرة الثانية التي يحصل فيها قصف ويوقع ضحايا. كل المرات السابقة التي كان يستهدف فيها مواقع في أربيل كانت تكون بطائرة مسيرة، أما هذه المرة فكانت بطائرة مسيرة بثلاث طائرات مسيرة بالإضافة إلى ستة صواريخ سقطت كلها بالتزامن. أيضا صباح هذا اليوم كان هناك استهداف بطائرات مسيرة لمحيط مطار أربيل، لكن تم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها. الجانب الرسمي العراقي يصر بأن القصف غير مبرر ولم يصب أي أهداف، وهو يتقاطع بشكل كبير مع بيان الحرس الثوري الذي يقول بأنه يصيب أهدافه في